احنا عندنا اي مواطن بتلاقيه قاعد الخلوي بيده وطول النهار، لانه انا بعرف مثلا المؤسسات شغله الشاغل المسؤول الفلاني المسؤول العلاني، ليش الصداع مثلا؟ الصداع لانه هو يعتقد ان هذول جاءوا على الى مناصبهم على غير كفاءه، الاولى. الثانيه، صمتك هو الذي ادى الناس تروح لا تخاطب مؤسسه العرش اللي تحمل حريات الناس. يجب ان تكون برامج التربيه الاعلاميه موجوده في المدارس زي التربيه الموسيقيه، زي التربيه الفنيه، وزي التربيه اللي بتعلمك المهارات. وما ننساش كمان مرات انه شفت مثلا المؤتمر تبع المؤثرين، مرات حتى هو المؤثرين اللي دائما لما تكون الاردن تحتاج الى وقفه رجال بغيبوا، ما شفناهم، بس بنشوفهم بالبحر الميت، ما شفناهم بالرقص. طيب، اطلاله على صحف زئبية بالراي، نعم، يعني بالراي نحن نعيش صراع وجود، صراع بنحاول قدر الامكان نعيش صراع، انه صرنا نحلم انه هل تستمر هذه المؤسسه لحين اوصل راتبي اللي بسموه راتب التقاعد المبكر ولا لا؟ لا يمكن للأردن أن يكون بلا رأي. بلا رأي، هاي الجملة بتذكرها. يعني أنا بقول لا يمكن الأردن أن يكون بلا رأي وبلا دستور، صح، وبلا غد، صح. هاي مؤسساتنا الإعلامية، صح، ماذا تحمل من معاني، حتى أسماءها ملفتة، حتى أسماءها، أن الأردن يجب أن يكون له رأي، ويجب أن يكون له دستور، ويجب أن يكون له دستور، ويجب أن يكون له غد، ويجب أن يكون له غد. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج المنبر من قناة مجموعة القبة الإعلامية. ضيفنا لهذا اليوم هو ليس صحفي فقط، هو صحفي وإعلامي وناشط، وهو عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، هو الأخ والأستاذ والزميل خالد القضاء. مساء الخير. مساء الخير، وانا سعيد دائما اكون بمعيتك وبمعيه مجموعه القبه، وكل الاحترام لكم على هذه الاستضافه، دائما افخر اكون بمعيتك، ودائما احنا نعتز بطروحاتك ونعتز بالتقاطاتك الذكيه لمشاكل اللي تشغل الراي العام ومعالجتك الصحفيه الراقيه لها. مرحبا بك، كل الاحترام. اعتبار من امبارح 12/9 بدا تنفيذ قانونين أخذوا حيز كبير من النقاش في المجتمع الأردني ومن الحكومة ومجلس الأمة، وأصبحوا يعني سريع المفعول، اللي هو قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير. احنا جايين الليلة نحكي بقانون الجرائم الإلكترونية. من ناحية خلينا نقول صحفية، ما الجديد وكل جديد قانون الجرائم الإلكترونية؟ كيف ترى كصحفي؟ إلى أي مدى البعض يعتقد أنه كمم الأفواه، البعض يعتقد أنه فرض قيود، البعض يعتقد أنه نظم أمور كثيرة في الكتابة الصحفية أو التغريد على وسائل التواصل الاجتماعي؟ كإعلامي، كمراقب، كصحفي، ككاتب، كناقد، أعطيني وجهة نظرك كمدخل لحوارنا معك هذا المساء. يعني إحنا المدخل يكون باتجاه ماذا نريد من شبكات التواصل الاجتماعي، ماذا نريد حرية التعبير. حلو. الدولة كفلت هذا الحق بالمادة أعتقد 15 من الدستور، وهي مكلفة من خلال أجهزتها مجلس النواب والحكومة تحقيق كفالة الدولة لحرية التعبير. كفالة الدولة لحرية التعبير يعني انه فرض فضاء، يعني ايجاد مساحات نظم تشريعية تكفل الأردنيين التعبير، وتكفل المؤسسات الإعلامية حماية هذا الحق، والمنتج الإعلامي الأردني يذهب باتجاه الرقيب الدولة دفاع عن ثوابتها، دفاع عن
أسسها، وأن يكون هناك قوى حقيقية ناعمة تدعم مشاريع الدولة أيا كانت، سواء بالمحل في مشاريع الداخلية أو الخارجية. هذا القانون جاء على عكس ذلك حسب اعتقادي، لأنه كنا نعتقد أنه بالبداية ليش كان في عنا مشاكل أفرزتها شبكات التواصل الاجتماعي؟ نعترف أنه في خطاب كراهية، خلينا نعترف أنه في ابتزاز صارت، نعترف أنه هناك كثير من الممارسات تم صارت منتشرة باسم حرية التعبير واسم الصحافة، وهي التي اتخذت الحكومة ذريعة لتمرير هذا القانون أو لإيجاد مبررات لهذا القانون. وإحنا كمان ملامين كصحفيين كأستاذ إعلامية أنه صمتنا بفترة من الفترات عن هذه الممارسات. كنا نعلم أنه في باسم حرية التعبير باسم كذا أنه كانت هناك في عمليات ابتزاز، كانت هناك في عمليات تصفية حسابات تظهر بالانتخابات، تظهر بالمراحل اللي بتمر فيها، وكذلك يعني شوف لما وزير يطلع بيقلب معارضة، يعني حتى العقل الهاي أنه بتصير الإدارة المحتوى الأردني لم تكن سليمة. قلنا خلينا نعالج هذه المشاكل، لا نعالج باتجاه الظواهر اللي احنا كنا لا نقرها، لكن خلينا نروح على أسبابها حتى نشيع فضاء. قلنا نروح على قانون حق الحصول على المعلومة. برافو. هذا القانون بعتقد انه الأردن بحاجة الى قانون، بقول له قانون مع مخالب، زي ما حطيت مخالب وعقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية، يجب ان يكون هناك مخالب لهذا القانون، أنك تعاقب كل من مسك عن المعلومات السببة بالإشاعات. وجاءت إحدى الحكومات بمنصة من حقك تعرف. المنصة حقك تعرف، المشكلة أنه كل هذه المشاريع مرات بتحكي عن هي مبادرات فردية يتبناها وزير أو يتبنى حكومة، عندما تذهب معهم، يعني ما عندنا شيء مؤسسي عابر للحكومات. وكانت احيانا انه هذه الاشاعات التي كانت ترد عليها منصه حقك تعرف تسببت بنشر هذه الاشاعات، لانه انا كنت اشوف في اشاعات بالاردن على هذه المنصه، فكانت هي سبب. بقولنا يا اخوان ما بدنا نعالج، انا بدي اعالج اسباب الاشاعه، اروح لحق الحصول على المعلومه، الناس خلي المعلومات تتدفق بي. انا كيف بدي اعرف انه هاي الروايه هذا الفيديو مفبرك؟ كيف بدي اعرف انه هذا الحكي انه بالاردن ولا مش بالاردن؟ كيف بدي اعرف انه هذا الفيديو تم اعاده انتاجه؟ بدي يكون عندي الفيديو الاصلي حتى اقدر اعرف، يكون عندي النص الاصلي للخطاب مثلا، او لو ما قاله رئيس الوزراء بالاجتماع. اعطيك مثلا مثال، انه مرات الحكومه نفسها هي التي تهيئ لبيئه الاشاعات. اجتمعنا قبل يومين او الاسبوع الماضي فريق عربي تراسه الاردن مع شبكات التواصل الاجتماعي، وطلع خبر صحيح مع انه والله تراس وزير الاتصال الحكومي اليوم كذا، والخبر شو بيحكي مع مين وشو كان هدفنا وشو. طيب الفريق الثاني مين؟ شو مستواهم؟ الجهه المقابلة سمعنا انهم اجوا من دبي، اجوا فاوضونا. طيب خلصنا الاجتماع، الاجتماعات استمرت يومين ولا طلع اي خبر عن الموضوع. هذه البيئة الخصبة للإشاعة. لو طلع هذا الفريق الوزارة أو الفريق اللي له شبكات تواصل اجتماعي يقول لك والله طروحات الاجتماع لكل الاجتماع العربي لم ترقى إلى المستوى المطلوب، أو يقول لك ما تستحق الحبر الذي كتبت به، ممكن يطلع هذا العبارة. أو أن والله الفريق الفني مش عارف شبكات التواصل كيف تجتمع، أو أن هذا القانون بده يخلونا نحاصر شعوب تلك المناطق بقوة شبكات التواصل الاجتماعي ونحن رفضنا. حطونا وين؟ بالزاوية. ليش؟ لأنه إحنا لم ننشر الرواية ماذا حدث في هذه الاجتماعات. طيب استمرت، شو صار بالاجتماع، مين هم الممثلين، شو الطروحات، ما هو متى الاجتماع القادم، هل في نقاط مشتركه، ما هي نقاط. هاي القضيه الثانيه كمان قبل يومين قرارات مجلس الوزراء انه الموافقه على النظام الجديد لهيئه الاعلام الذي سينظم علاقه الهيئه بالمحتوى الرقمي. هذا الخبر طلع عن رئاسه الوزراء. طيب مين حط النظام؟ طيب أستاذ الإعلامي مش شريك، نقابة الصحفيين مش شريك، ما سمعنا عن هذا النظام، ليش الحكومة تتعامد معنا أنه دائما تدفعنا أن نكون بمواجهة؟ إحنا كمؤسسة رقمية أبداً. ما معنا خبر. أنا سمعت فقط من الخبر، طيب شو النظام؟ ليش ما تفصح عنه؟ قول يا إخوان النظام التالي، اطرحوا للمناقشة حتى إحنا كمؤسسات إعلامية نعطيك ملاحظاتنا عليه ونتبناه معك لرفعة المحتوى. نعم. ما عرفنا عنه. هذا التكتم التي انتهجته الحكومة الفترة الماضية هو الذي تسبب في الإشاعات. طيب. هو الذي تسبب أحيانا
بأنه الزج والمؤسسات الإعلامية للمديح هل هذه المتطرف نتج عنه هل خطاب أو نقد متطرف على شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني أنا إذا بدي أحط على الطاولة أمامي بدي أحط الحكومات، ولا أعني هنا الحكومة الحالية، نعم، الحكومات والمؤسسات الإعلامية الرسمية، تمام، والخاصة مرئي ومسموع ومقروء، وبدي أحط الناس بشكل عام الذين يتعاملون مع وسائل الإعلام. هل كانت وسائل الإعلام مقصرة لدرجة معينة حتى تغول الناس العاديين اللي الإعلام ليس تخصصهم، إنما هم طارئون على الإعلام؟ صحيح. هل تغولوا فأخذوا القوس وبدأوا يقذفون بسهامهم بكل الاتجاهات؟ صحيح. يعني الطبيعة لا تقبل الفراغ 100% أبدا. يعني أنت إذا كانت في عندك مشكلة موجودة أو حدث معين يثير اهتمام مجموعة من الناس أو مكون أو كل الناس موجودين، إذا المصادر الرسمية سكتت عن تزويد الناس بالمعلومات وضغطت على المؤسسات الإعلامية اسكت لما يجيك الخبر منا، لكن الناس شاهدة على الحدث اللي بصير، شبكات التواصل الاجتماعي تتسيد الموقف. ليش؟ لأنه بيطلع لك واحد، ما عندي أنا رواية، أنا الناس تتعطش لمعلومة موجودة. شبكات التواصل الاجتماعي بهذه الفترة الناشطين المؤثرين، خلينا ترى احنا ما بنهاجم شبكات التواصل الاجتماعي، ما بنهاجم، حتى نكون واضحين. المؤسسات الإعلامية عندما تتخلى عن دورها في قيادة الحوار العام، وأنا بكرر الحوار العام على شبكات التواصل الاجتماعي، بمعنى هي التي تقدم المحتوى، وهذا المحتوى يجب أن يكون متنوع. يعني أنا ما بدي أنها الخبر اللي يطلع من رئاسة الوزراء أو من أي وزارة بيجينا الخبر جاهز معنون مع صوره، التزم بالنص الموجود. أمس أستاذ خالد، هذا نسخ، هذا اللي أعطى الفرصة، لأنه الخبر ده بتقرأ أنت كمؤسسة إعلامية. بس في نقطة في نقطة أنا في ذهني، وأسف لمقاطعتك، يعني أنا عشت فترة بالولايات المتحدة، الحكومة الأمريكية ليست مثار اهتمام الشارع هناك. يعني بتلاقي الأستاذ الجامعي أو صاحب البقالة أو سائق التاكسي لا يعني كثيرا ماذا قال رئيس الحكومة أو الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني، لازم بسيط، لا يعني كل واحد عايش حياته، عايش حياته، لأن هذيك المؤسسات تكون دائما، طبعا هناك ما عندهم رئيس حكومة، يعني أنا بحكي أي مسؤول بشكل عام، هناك هذا الشخص يثق بالأجسام المنتخبة، يثق بالأحزاب، كل مدينة كل ولاية بالممثلين في مؤسسية والأمور ماشية، هو سلمهم هاي، هم اللي تولوا الدفاع عنه، هم اللي تولوا إدارة شؤونه العامة، هم مؤتمنين وهو يثق فيهم لأنه عارف رح يرجعهم كمان، فالناس راحت انكفعت إلى مصالحها الخاصة. يعني إحنا عندنا أي مواطن بتلاقيه قاعد الخلوي بيده وطول النهار، لأنه أنا بعرف مثلا المؤسسات شغله الشاغل المسؤول الفلاني المسؤول العلاني، ليش الصداع مثلا؟ الصداع لأنه هو يعتقد أن هذول جاءوا إلى مناصبهم على غير كفاءة، الأولى. الثانية يعتقد أن الناس اللي بنفرض يحملوا همه اللي هم المجلس النواب والنقابات والأجسام المنتخبة والمجلس المحافظات، أنه كمان صاروا يدوروا بفلك هذه، صاروا ضمن هذه المنظومة، فحسن أنه ظهره مكشوف، قرر أنه هو يدافع عن حقوقه بنفسه، طريق التولي المنصب، طريق التولي المنصب، فقرر هو يدافع عن حقوقه بمنصب. لكن لو أنا أجد تماما مثلا بقانون الجرائم الإلكتروني، ليش ناس صارت تحكي؟ لأنه كم النائب حكى بقصة الجرائم الإلكترونية؟ معدودين على الأصابع، 100%. طيب كان بالنواب كمان حوالي 80 نائب ينتموا إلى أحزاب، موجودين حاليا ينتموا إلى أحزاب، في بعض أحزاب صمتت تماما عن الخوض، مؤسسات إعلامية تماما. يعني أنا بتذكر يوم المؤسسات مسكت واحد المؤسسات الإعلامية وهي مؤسستي، وهي جريدة الرأي، من أولها لآخرها لم أجد إشارة لا مقال ولا خبر بحكي عن جرائم الإلكتروني، مع الشأن، نعم صحيح، مع أنه الشأن العام صح، الكل الشارع الكل يتحلم، بينما المؤسسة التي وجدت لنقل نبض الشارع، ليش غبتوا؟ الإدارة ليش غابت؟ ليش غبنا؟ لأنه كنا ندور في فلك الحكومة،
ابدا ما بدنا نحكي بالموضوع. شو بيجينا من مجلس النواب خبر جاهز تودي الامان الامن بشره؟ لم تحللوا راي الشارع ابدا. انا شو السبب؟ انا قلت يا اخوان انا ما عندي مشكله انه انا بدي احكي عن صحيفتي، الراي انها تنحاز تماما الى القانون وتدافع عنه. بديها تشتبك بالقصة، يعني بس عندك مؤسسة مع خذ الرأيين بالقصة، لكن لا تصمت. إذا صمت أنت صمتك مكلف، صمتك هو الذي أدى الناس تروح لا تخاطب مؤسسة العرش اللي تحمل حريات الناس. إحنا قاعدين ندفع كلف لصمت المؤسسات الإعلامية. تعرف يعني أجمل ما في المشهد، وأنا بدي أحكي كلامي هذا وجهه للناس اللي بسمعوني، أجمل وأثمن ما في المشهد بعد التوقيع والانتهاء من قانون الجرائم الإلكترونية هن الجملتين اللي حكاهن جلالة سيدنا خلال لقائه لرئيس المركز الوطني وأعضاء المركز الوطني في قصر الحسينية، المركز الوطني لحقوق الإنسان، لما قال يا أخوان إحنا مع حرية التعبير، إحنا دولة مش ديكتاتورية ولم نسمعها من رئيس الحكومة، والله لم نسمعها من مسؤول المسؤول. هاي هذول الجملتين الناس كان شيء يعني ريحت الناس لدرجه مش طبيعيه. انا من الناس اللي كنت على النقيض من هذا القانون. والله وكنت والله اني انا شخصيا 30 سنه بالاعلام اقسم بالله اني شعرت بسعاده. انا بحكي لك عن تجربتي. انا كنت على النقيض وكنت احلل القانون وكنت احذر من مخاطره وكنت اقول يا اخوان الاولى بقانون هو قانون حق الحصول على المعلومه، وان هذا القانون سيؤدي الى 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 الناس تسكت، وهذا سيأثر على حياتنا السياسيه، وهذا سيؤدي الى عمليه انتقام. لما طلع جلاله الملك حكى بهذه القصه انا ارتحت. ليش؟ لانه شال حمل نعم. شال حمل عن الناس، بالعكس هو انحاز لخطاب الناس. اشكرك. لن نكون دوله تعسفيه. احنا مش دوله تعسفيه ولن نكون لأنه سر بقاء هذا الدولة التي عمرها 100 عام هو احنا بيضاء، انه المؤسسة الحكم بها لم تكن يوم من الايام مؤسسة تعسفية وليست صدامية، وكان في اخطاء يتم تجاوزها والاذن قادر على تجاوز تلك الاخطاء، لانه احنا دائما كنا نحافظ على ثلاث مؤسسات. مؤسسة العرش والقضاء، وهذا هو القانون أدى باعتقادي أنه سيكون مواجهة لأول مرة، سنضع القضاء بمواجهة الناس. متى بدأت، لا أريد أن أسميها روح، بدي أسميها متى بدأ نفس الكراهية يعلو ويتحرك في وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني كان نفس الكراهية موجود، إن خلينا نقر، موجود في جلساتنا الخاصة، موجود في دواوينا، موجود. ما بصير نقول أنا ندعي إنه ما كانش في عنا إنه شبكات التواصل الاجتماعي أظهرته للسطح، كان موجود. كنا زمان نحكي في جلساتنا الخاصة إنه فيه طريقة. يعني شوف ليش بيجي لقطاب الكراهية؟ قطاب الكراهية بيجي لما شوف إنه فلان كيف صار وزير، فلان كيف صار حكومة، بعدين فلان نفسه اللي كان وزير لما تقاعد خطابه تغير، فلان لما انتقل من منصب المحترف. الشعب الأردني شعب ذكي واعي يستطيع المقارنة. خليني أوسع وجهة نظرك. تولي المناصب بلاش وزير بالذات. لا يعني تولي المناصب بشكل عام. أنا لا أستثني من رؤساء التحرير لمدراء العامين للمناصب الموجودة. كانت منظومة إنتاج النخب بالأردن منظومة تابعها الكثير من التشكيل. هل هي هنا غيرة؟ هل هي هنا حسد؟ موجودة موجودة. يعني انه انا يعني صارت القصة انه قديش انا بدي ليش خالد حصل، ليش مش محمود، ليش يعني مثلا. بس انا انه والله انا حتى اقصي محمود يجب ان اهاجمه واقدم نفسي ب ليش مش انا اقدم نفسي بطريقة اصبحت بالمدح المبالغ فيه وتبرير الاخطاء المبالغ فيه. تمام، عندنا مشاكل يجب ان نعترف بهالمشاكل. هذا ولد ولت على شبكات التواصل الاجتماعي نقد سوداوي، لانه بدك تحط انه اذا في كان مدح غير مبرر. مثلا الحكومه تستعرض انجازاتها، لكن انا بشايف مثلا الغلاء قاعد بيمشي، الاسعار قاعده بتزيد، السلبيات اكثر من الايجابيات. ومرات المشكله انه حتى الحكومه لا تستطيع ترويج مشاريعها الخيره. انا اعطيتك واحد من هالمشاريع. انا شخصيا كنت منحاز لروايه او لقانون الذي دفعت به الحكومه بقانون حق الحصول حمايه البيانات الشخصيه. الحكومه لم تستطيع ان تبرر
هذا القانون وتسوقك أحد إنجازاته. ليش؟ لأن أدواته اللي تخاطب الناس، الناس لا تثق فيها، أدواتها أو طريقة خطابها. خليني هذا القانون جدا مهم، هذا القانون سيحمينا كلنا. طيب راح أرجع لهذا القانون، بس خليني ما انتهيت من 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 موضوع التعبير. التعبير في جلساتنا الخاصة حينما ارتفع صوت الكراهية إلى وسائل التواصل الاجتماعي. طب أنا أستهجن واستهجنت كثيرا لما المواطن الأردني باسمه الثلاثي واسم عشيرته أو عائلته يعبر بحقد، أنا أقول البعض نعم. وليس الكل، حتى لا نجلد الذات ولا نعمم، باسم عائلته والأسماء معروفة، يعبر بمفردات أقل ما يقال عنها فيها غلظة صحيح نحو شخص معين. طب يا أخي يعني كيف بصل فيك المستوى أنك أنت تكتب هذه الكلمات اللي كلها قسوة، كلها غلط، كلها شتيمة، كلها لماذا؟ إحنا لأنه تأخرنا في برنامج اسمه التربية الإعلامية. هذا البرنامج يجب أن يكون وطني، ويجب أن تكون البرامج التربية الإعلامية موجودة في المدارس زي التربية الموسيقية، زي التربية الفنية، وزي التربية اللي بتعلمك المهارات. كانت في مقاومة لهذا المشروع، يعني أنه من أب هذا المشروع؟ من أبوه؟ هل هي وزارة رئاسة الوزراء؟ هل هي مؤسسة المجتمع المدني؟ هل هي وزارة الاتصال الحكومي؟ هل هي وزارة الثقافة؟ صار في نزاع، أو وزارة التربية والتعليم. فكان هناك نزاع نظام حتى ولد مشوها. أنا بعتقد أن هذا المشروع أنه جابوا أجزاء ونثروها على المناهج، نثروها كدرس بالعلوم ودرس بالتربية هون ودرس بالصف التاسع ودرس. كنا نتأمل أن يبدأ هذا المشروع كمشروع وطني، أن يكون هناك موضوع اسمه التربية الإعلامية تنشئ الناس منها، والتربية الإعلامية بالجامعات. ليش أنا بدي التربية الإعلامية؟ لأنه الخطاب اللي حكيت عنه حضرتك أنا بدي الناس ترفضه، مش مش أحاقبه بالقانون. أنا واحد بحكي خطاب كراهي على أساس لون، جنس، دين، عرق، بدي التعليقات اللي تحت ترفض هذا الخطاب. هذا أقوى بكثير من أنه راح أوديه للمحكمة. ليش؟ يعني بيطلع بقول لك صارت أبطال من ورق، يعني صار من أنه واحد بيشتكي أو بيكتب له كلمتين، والله النائب الفلاني والوزير الفلاني اشتكى على فلان. فأنت عملت مبطل من ورق وصارت الناس رح تتضامن معاه، معنا ما بتعرف شو البوس اللي كاتبه. بس احنا قلنا أنا بدي المجتمع يرفض خطاب الكراهية من خلال تسليحه بالمعرفة والأدوات والمكنة، يعرف أن هذا الفيديو صح، أن هذا الحكي صح، أنه هذا الخبر مشوه، غايات المؤسسات الإعلامية، غايات الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، غايات المؤثرين. وما ننساش كمان مرات أنه شفت مثلا المؤتمر تبع المؤثرين، مرات حتى ذول المؤثرين اللي دائما لما تكون الأردن تحتاج إلى وقفة رجال بيغيبوا، ما شفناهم، بس نشوفهم بالبحر الميت، ما شفناهم بالرقص. طيب هل تؤيدني إذا قلت أنه من السهل جدا أنه يدخل أي واحد منا صغير أو كبير على أي محل خلويات يشتري أحدث الأجهزة ويدفع كاش أو بواسطة بطاقة ائتمان، لكن من الصعب أن نجد من يكتب ما يفيد صحيح على وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهذا خطورة. ليش احنا قلنا بدي الآثار. امبارح المركز الوطني لحقوق الإنسان أطلق دراسة أو مؤشرات لقياس آثار هذا القانون، أطلقوها وحطوا رقم ساخن حتى يشوف دراسات. لأنه احنا شوف القانون مشى، أنا مع من الناس اللي كنت مع تصديق جلالة الملك على القانون، مع لسبب بسيط، لأن أنا بدحمي مؤسسات الدولة، بدحمي النواب، أنا مع القانون، بدحمي مجلس النواب، نعم مع التصديق، نعم بدحمي مجلس، بدحمي الحكومة حتى لو بختلف مع رئيسها، بدي أحمي هيبة الدولة، بدحمي هذه المؤسسات، نعم لسبب بسيط، لأنه بكرة إذا نقص ضمت نعنع بالسوق الناس تخاطب مين؟ مؤسسة القصر. وبنفس الوقت بدي أحمي من يفهم حرية بالزبط التعبير أن يستمر بالتعبير. وإحنا نقول كمان إحنا مجتمع حي أثبتت أردن، نرجع يا أخوان نعم نرصد كل هذه الممارسات اللي صارت، نعم ومنقود حراك من جديد. إحنا خسرنا جولة بس ما خسرنا المعركة، ما خسرنا معركة. إحنا مجتمع حي نستطيع التكيف، نستطيع أن نثبت ما ذهبنا إليه أن هذا القانون سيؤثر. سيتم طرح هذا القانون لن يكون بالدورة إعادة تدوير، إعادة تدوير بعد ما نثبت ما ذهبنا إليه أن هذا القانون سيؤدي بنا إلى 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 إنه حتى المحتوى الأنوي نرغب أن نراه
صح على شبكات التواصل الاجتماعي وفي صحفنا قادرين على ممكن ما يعجب رئيس حكومه، ممكن ما يعجب وزير، ممكن ما يعجب نواب، لكنه هو ضروري للاردن. صح. وهذا المحتوى، المحتوى طرحنا الدوله الاردنيه نص المنتج العربي باللغه العربيه من الوطن العربي انتجته الاردن 100%، انتجته الاردن 100%. تخيل هذا هذا سيؤثر على هذا المنتج. ليش؟ لانه صح. انا ما بدي اكتب هذا الموضوع، شو مغلبني؟ حط راسك بين هالروس، يعني هذا ما بدنا نوصل لهالمرحله، لانه الدوله تحبر ازماتها على مؤسسات عميقه، منها مجلس النواب، منها النقابات، وترتكز عليها، وترتكز عليها وتعبر هذه المؤسسات والقضاء ووجهة نظرها وإنجازها يساعد الحكومة ويقويها. بالعكس نحن نعبر. نعم. لا نستطيع العبور أي أزمة على صفحة رئيس الوزراء على التويتر. لا لا نستطيع. لا الدول لن تعبر. هذا اللي كنا نقوله المرات، أنت بدك تتأثر تشوف الناس، ولا أنا طيب أنا بدي أكتب بوست كويس وراح بحط لي تعليق تحت، أنا أسهر الليل عشان أضاق بالتعليقات؟ لا. فأنا شو بسوي؟ زي ما قال مثلا الوزير الوزير الرياده والاقتصاد الرقمي، اشطب البوست. لا يا سلام. لا هذا انا حطيت بوست يدعم موقف الاردن من قضيه مثلا الحاليه، مثلا من قضيتنا من القدس، من قضيتنا على صحيح. مقاومه العمليات التهريب. انا عشان واحد، طب هو هذا انت اعطيت فرصه للذباب الالكتروني انه يمحي كل المحتوى او انه يا انا بمتنع صحيح. أو أنا بدأ أضطر أشيل البوست، أقول لك أخي ليش بدأ يفوت من القصة كلها هاي؟ عند البعض القانون عمل نوع من الإحباط، أنه أعطى فرصة حتى للعقلاء أن يحجموا عن التعليق أو الكتابة، وهذا رح نلمسه. يعني شوف نفس المقالات، قاعد يعني نقرأ بالمقالات، أنا مرات بقرأ بشوف الصبح المؤسسات الإعلامية الدولية مع فنجان قهوة. نعم نعم. بطلع شو بنشروا، قالت صحيفة كذا، قالت صحيفة كذا، قالت صحيفة كذا. يا أخي وين كنت هبلة؟ أنا بشعر بالأسى إنه عندنا كاتب مثلاً، الله يتره موجودين لكن غيبوا. غياب. غيبوا. وغياب. معنا واحد يحكي بقصة اللي صار بالأزمة الأوكرانية، وعنا قصة واحد يحكي عن قضية اللي بصير بسوريا، معنا واحد. وغياب طوعي يا أستاذ. وغياب للأسف. مالي خاطر. لكن بقرأ مقال عن واحد نشر بنشر بجريدة الرأي على الصفحة الأخيرة بهني بنته بالتوجيهي. نعم. وصلنا لهذه المرحلة من الإسفاف. نعم. خلينا نقول ما خلص ما لي نفس أكثر. والله كمان يعني مرات حتى المنظمات الدولية، مثلا المنظمة الدولية الأردن جزء منها. صح. أنا بحكي المنظمات الدولية الأردن جزء منها، مثل اليونسكو ويونسيف، كان يقولوا أنه الجوردن تايمز كانت، إذا بدنا نعرف توجهات الأردن في القضايا الدولية نفتح الجوردن تايمز. طيب هسا بقول لك ما بنلاقي محتوى. خليني استغل ما تبقى من الحلقة وأنت ثري بمعلوماتك. كيف بتنظر للوضع المادي والمعيشي إذا صح التعبير؟ والصحافة رزق زي ما بقولوا، عمل بالنهاية، الصحفي بده راتب آخر الشهر. كيف وضع زملائنا بالصحف؟ يعني ممكن أن أكون أكثر إطلالة على صحف زيبية بالرأي. نعم. يعني بالرأي نحن نعيش صراع وجود، صراع بنحاول قدر الإمكان نعيش صراع، إنه صرنا نحلم انه هل تستمر هذه المؤسسه لحين اوصل راتبي اللي بسموه راتب التقاعد المبكر ولا لا. وصلنا لهذه المرحله، وصرت صار الناس يشتغلوا انه بدي هاي المؤسسه تستمر، بتمنى تستمر سنتين. ليش؟ مش عشان انا بدي سنتين، لانه انا بداخلي سنتين وصل فيها التقاعد المبكر. وصلنا لهذه المرحله، نتطلع الى هذه المؤسسات الوطنيه نحلم بها ان تستمر. في ناس بده اياها شهر لانه بدنا نكمل تقاعد بعد شهر، في ناس بده اياها 5 سنوات لانه بكمل تقاعد بعد 5 سنوات، لانه شفنا عمليه اداره بالشلليه باداره هذه المؤسسات. هل لانه العالم المؤسسات يبدا من اعلى درجه، هل هو لانه العالم تحول أبداً الى السوشيال ميديا؟ لا نحن نعاني، او الاعلام الرقمي، حتى لو الرقمي احنا كمان عندنا اذرع رقميه. يعني انا كنت اتمنى مثلا والله انه تنشر رأي اليوم احصائي عن عدد الحوادث اللي صارت امبارح، حوادث اول يوم تطبيق للقانون. انا كنت اتمنى، دورت
أنا يعني تروح للشارع تقول يا إخوان شو تأثير قانون السير؟ نعم. أنا شخصياً مع الناس المتشددين بقصة قانون السير. حلو. مع المتشددين جداً بقول لك إنه لأن إحنا بنضل نقاوم هذا القانون لما نفقد عزيز من عائلتي بصير متشدد. لا. أنا بدي أكون متشدد قبل لا سمح الله أفقد ناس بحبه بسبب يعني سوق طائش. فإحنا مش قاعدين نلامس هموم الناس. إحنا قاعدين فقط نكتب أشياء. على مبدأ سكن تسلم، نوجد مشكلة بالليل أنه رئيس مثلا لا نستطيع أن وضع منشيت للمؤسسة، منشيت العنوان يصلنا لهذه المرحلة. عشان أقول لك الإصلاح أي مؤسسة يبدأ من أعلى درجة من هناك. أنا بدي أكتب مادة، لا لا بلاش بتزعل فلان هالمادة رخيص. هل لا يوجد مادة ولا الخوف من لا هو يوجد مواد وصحفيين على كفاءة وكفاءة عالية موجودين بدليل انه صحفيين مؤسسات الإعلامية من كل مؤسسات كلها كفاءة بنوا مؤسسات خارجية برا نعم. رحت مثلا على 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 العربية ما تخيل احتفال الأردنيين بزميل لهم نعم في كل مكان في كل مكان القيادة هذه المؤسسة كان يقولوا لي المفاصل التي تدير هذه المؤسسة هي مفاصل أردنية يا الله مفاصلها. طيب ليش هذول غابوا؟ طيب ليش هذول طلعوا؟ من المسؤول؟ المسؤول احنا صرنا نتخيل انه المسؤول الضعيف يبحث عن أتباع ولا يبحث عن قادة. هل هي إدارات متعاقبة؟ إدارات متعاقبة. أنا لا أستثني حتى لا أستثني الإدارات مثلا لا أستثني حقا نمشي بالهرم الموجود فيه أنه الضمان أنا لا أريد أن أتحدث عن الإدارة الحالية. لا 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 أنا أتحدث بإدارات منذ فترة طويلة. الإدارات الموجودة عندنا أنه أنا مجلس إدارة أنا رئيس وزراء أنا وزير بدي أجيب شخص ما يغلبني. شو آلية الإصلاح؟ الإصلاح نؤمن بداية بأن هذه المؤسسات مؤسسات وطنية ودعمها حتى لو الكل يؤمن بهذا حتى الإدارات اللي الحالية تؤمن بهذا الكلام. هذا حكي بفنادق خمس نجوم ليش؟ هذا حكي فقط على منصة دور الحكومة لكن بالحقيقة مرات الحكومة كمان ممكن تكون جزء من المشكلة. طيب كيف بدك تحول إعلام رقمي؟ هل هو عندما تختار قيادات هل هي مسألة مالية؟ أنا بعتقد أن لا مشكلتنا سياسية أكثر من مالية. أستاذ خالد كيف ترى وجودك أنت في الرأي كناشط يدافع عن الرأي؟ أنا بعرف أنه هذا أنت بتحكي من حرقة على الرأي وحرقة على الزملاء. بعرف أنك أنت منبر من منابر الرأي لأنه نقدك للرأي هو محبة بأن تقوم الرأي وتبقى الرأي. بذكر جملة يوم الأيام قلت إلي في أحد البرامج لما قلت لا يمكن للأردن أن يكون بلا رأي. هاي الجملة بتذكرها. يعني أنا بقول لا يمكن الأردن يكون بلا رأي وبلا دستور صح وبلا غد صح. هاي مؤسساتنا الإعلامية صح. ماذا تحمل من معاني حتى أسماءها ملفتة حتى أسماءها إنه الأردن يجب أن يكون له رأي ويجب أن يكون له دستور ويجب أن يكون له دستور ويجب أن يكون له غد ويجب أن يكون له الغد. لكن ماذا عملنا بهذه المؤسسات؟ أنا بحكي لك بسبب هذه المواقف وانتقادي لهذه الإدارات أصبحت أنا من الناس طيب المهمشين بالمؤسسة. طيب لحظ أنا بدي أدافع عن إداراتها. إداراتها وطنية، إداراتها كفوة. المال هل المال غير موجود؟ المال يحتاج إلى إدارة لإدارة إدارة المال الموجود فيها نحن إداراتنا هي التي ما في مستشارين ماليين المستشارين يعينوا على أساس الواسطة والمحسوبية. طيب الواسطة والمحسوبية موجودة بكل بس إحنا بالرأي كل مكان موجود. أنا بقول يا أخوان كيف ترى الناس واسطة ومحسوبية كيف ترى المؤسسات التي تعاني كيف ترى الإعلام الأردني بعد أن دخل قانون الجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ؟ شوف إذا أنا بعتقد أنه مرات مؤمن أنه لازم نمكن المؤسسات الإعلامية من الذي سيتقدم من الذي من سيقف من, من, من الذي سيتراجع كلهم إذا 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 اشتغلنا بمهنية كنا سنتقدم. المحترف سيتقدم والذي ينزع رغباته الشخصية في تحقيق مكاسب سيتقدم. الذي ليست لديه المهني والمحترف ليس بس رئيس تحرير ما بيعرف يحط عنوان هذا سيتراجع هو 100%. مدير عام لا يعرف أن إدارة أموال مؤسسته سيتراجع هو مؤسسته. هذه فرصة أن المؤسسات الإعلامية تتقدم وتأخذ دورها الحقيقي في بناء الأردن. لكن نحن نحتاج إلى شيء إيمان إرادة سياسي بإيمان بدور هذه المؤسسات ويجب أن تكون جزء من التنمية المستدامة هذه القضية الأولى وإيمان هذه المؤسسات بقيادات حقيقية وتزويدها بالمعلومات أولا
تعرف أنا أكثر تزويدها بالمعلومات أولا حتى أنها تقدر تعرف أنا أكثر تقود الحوار العام. أعود للمفردة اللي حكينا فيها خلال لقاء جلالة الملك لمركز المركز الوطني لحقوق الإنسان. بعتقد أن هذه راح تكون نبراس لكل إعلامي، لكل صحفي، لكل من يؤمن بحرية التعبير، أنه تستطيع أن تعبر عن رأيك بأي مؤسسة حكومية، تستطيع أن تقول ما تشاء ضمن ما تؤمن به، ضمن البناء، وأنت مقتنع بما تؤمن به، بعيدا عن أي تجريح، بعيدا عن أي سوداوية، بعيدا عن أي إساءة شخصية لأي شخص أو تستطيع أي تستطيع أن تعبر، لكن نعم. عليك أن تعني تعرف تماما ما معنى حرية الرأي، نعم، وما معنى حرية التعبير، نعم، وما معنى رئيس تحرير، صح، وما معنى مؤسسات وطنية، وما معنى هذه مهنية، بس إذا غابت هذا عن قيادات المؤسسات أمر آخر. أنا بدي أشكر الأخ الصديق والأستاذ خالد القضاء، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، زميل عزيز، كل احترام، نورتنا في المنبر. أسعد دائما بطروحاتك وأسعد دائما بالتقاطاتك الذكية، وشكرا لك على الإضافات النوعية ونصرتك دائما لدور المؤسسات الإعلامية ودور الصحفيين وأهميتهم. احنا زملاء، نلتقي على خير يوم الخميس المقبل. السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله.